إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيوة. أيوة. كنا قد توقفنا في الدرس الذي مضى عند صفحة أيوة نبدأ في صفحة 57، والكلام فيها كالكلام في غيرها مناقشة أقوال الذين يرون أن مزايا الكلام راجعة إلى لفظه، والإعجاز هو رأس المزايا. فإذا كانت مزايا الكلام راجعة إلى لفظه فمعنى هذا أن إعجاز القرآن راجع إلى اللفظ وليس إلى غير اللفظ. والمحاولة من أول الكتاب إلى الآن هي محاولة تبين أن الإعجاز أو مزية الكلام أو النظم المقبول، نظم الكلام المقبول هو عمل في المعاني، هو اجتهاد في صقل المعنى وتهذيب المعنى وترتيب المعنى، وأن الألفاظ تقع مرتبة على وفق ترتيب المعاني. يعني الألفاظ في النطق تترتب على وفق ترتيب المعاني في النفس. ودي كلمة نفيسة جدا ذكرها الشيخ عبد القاهر في أسرار البلاغة في أول حديثه عن البلاغة، وكررها في أسرار البلاغة، وكررها في دلائل الإعجاز. مع أننا نبهتكم إلى أن الغريب أن عبد القاهر في الأسرار لم يتكلم في الإعجاز كلمة واحدة، وإنما عقد كتاب الأسرار لتتعلم من علمه الذي فيه كيف تفاضل بين كلام وكلام، بين شعر وشعر، كيف تفاضل بين شعر وشعر، وكيف تقرأ الكلامين ثم تدرك أن أحدهما أفضل من الآخر. كتاب أسرار البلاغة من ألفه إلى يائه يعلمنا كيف نفاضل بين كلام وكلام، وكل ما فيه معين لنا حتى نعرف الفضل أو الفرق بين الكلامين. وحقيقة أن بيدهشني جدا فطنة هؤلاء العلماء ووعيهم لقضاياهم، لأن هو من المهم أن تكون لك قضية، إنما المذهل مقدار وعيك بهذه القضية، المذهل مقدار وعيك بهذه القضية. عبد القاهر كتب الأسرار أول حياته وانعقد على الذي قلته، الفرق بين كلام وكلام، ولم يذكر فيه كلمة واحدة في الإعجاز.
ثم كتب دلائل الإعجاز آخر حياته، حتى إنه قيل أو استظهر أن النسخة المتروكة من دلائل الإعجاز مات وهي في يده يراجع فيها ويضيف، يراجع فيها ويضيف، حتى إن الشيخ شاكر رحمه الله استخرج هذه التعليقات التي علقها عبد القاهر على مسائل الدلائل ولم يمهله الأجل حتى يدخلها في مواضعها، فنشرها في آخر النسخة. كتب الأسرار أول حياته وقلت موضوعه، وكتب الدلائل في آخر حياته. ثم إنك الوعي الذي قلت إن 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 طيب شكرا شكرا. قلت أنت وأنت بتقرأ الفرق بين العالم الفذ والخيبان، فرق في القراءة، الفرق بين العالم الرائع والخيبان فرق في القراءة. وأنت بتقرأ لابد أن تحاول أن تتعرف على مدى وعي هذا المؤلف بقضاياه، لأن في النهاية وجدت هم الذين جاءوا قبلنا في هذا الزمن اختلفوا، يا ترى هو كتاب الأسرار الأول ولا كتاب الدلائل الأول. وكنت وأنا مبتدئ زيكم كده أقرأ هذه القضايا ولا أعقل فيها أكثر مما أقرأ، إنما بدالي أن هذا ما كان ينبغي أن يقال، لأن معرفة فرق فضل كلام على كلام لأن كمان مرة لأن مقدمة ضرورية لمعرفة فضل كلام الله على كل كلام، مقدمة ضرورية لمعرفة فضل الله على. فكأن كتاب الأسرار كتب أولا بلا ريب. ما كان ينبغي أبدا لو إحنا بنقرأ، ما هو أنا قلت لكم ما تقوليش والله أنا كأنا كان لي صديق عزيز كده يقول لي والله أنا قرأت كتاب الكشاف أو أنا قرأت كتاب الأسرار، يا بابا ما تقوليش أنت قرأت، ولا تقول لي أنا قرأته 10 مرات. وأنا قلت لكم أنه سألني أحد طلابي كم قرأت الدلائل والأسرار، قلت له لا تقل هذا، وإنما قل لي كم نسخة من الدلائل والأسرار بليت بين يديك، وليس الأسرار والدلائل فحسب. أنا الآن أعيش بين قمتين من قمم التفكير في الإعجاز. القمة الرائعة قمة القرن الرابع اللي هو أبو بكر بن الطيب الباقلاني في كتابه الرفيع اللي اسمه إعجاز القرآن، اللي حققه فضيلة مولانا الشيخ زايد صقر رحمه الله. والقمة الثانية هي عبد القاهر الجرجاني. يذهلك أنك أنت ترى نبوغ الباقلاني العجيب، وترى الباقلاني الرائع في كل كلمة يقولها، وحتى تتوهم أن هذا الرجل لم تلد النساء مثله. فإذا انتقلت إلى عبد القاهر الجرجاني برضك أذهلك هذا الوعي الشديد بالقضايا وهذا الفهم الدقيق للمسائل، وحتى ترى أنه الذي لم تلد النساء مثله. ولو تركتهم وقرأت الخطابي ستجد مذهل، ولو قرأت غريب الحديث للخطابي ستجد شيء مذهل، وهكذا. كل هؤلاء القمم لابد أن نعيش معهم وأن نقرأ لهم وأن نتأمل في كلامهم إلى آخره.
فكأن القضية الأساسية عند عبد القاهر هي بيان أن فضل كلام على كلام لا يرجع إلى المعنى بالمعنى الشائع، لأن الجاحظ لما قال المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي كان كلاما صحيحا جدا. وقالوا عبد القاهر إنما المعاني التي هي تأليف الكلام وتركيبه، لأن أم القضايا في دلائل الإعجاز هي النظم، والنظم هو تأليف الكلام وتركيبه. فالمعاني بمعنى صياغة المعاني. يعني إيه صياغة المعاني؟ يعني تهذيب المعنى. أنا الآن أتكلم أجتهد في أن أرتب أفكاري، أو ده النظم، أجتهد في أن أثقف كلماتي، أو ده النظم، أجتهد في أن أبين عن المعاني التي تدور في خاطري، وأنت كذلك حين تتكلم. فكأن القضية هي المعنى عند عبد القاهر بهذا الكلام. كان في زمن عبد القاهر قوم يقولون بأن الإعجاز راجع إلى الألفاظ، وتكلمنا في المحاضرة السابقة معهم، وده آخر محاضرة، أو يعني الباب الأخير ده هو آخر باب نتكلم فيه مع هذه الطائفة. بس أنا قبل ما أترك هذه، قبل ما أبدأ في الصفحة، كنت أنا فتحت في الدرس السابق، شكرا، كنت أنا قلت إن فيه مسألتين أنا أريد أن أنبه إليهما، وبعدين كنت مجهد فنبهت إلى واحدة ولم أنبه إلى الثانية. المسألة الأولى أنني قلت كما قال العلماء إنك لو غيرت حرف في القرآن، لو غيرت حركة لذهب الإعجاز. وده كلام قاله عبد القاهر صراحة في قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن. قال لو قلت وجعلوا الجن شركاء لله كان ككلام الناس، وجعلوا لله شركاء الجن، هذا كلام الله المعجز. لو قلت وجعلوا لله الجن شركاء لم يكن كلام الله ولم يكن معجزا. شفت العجب؟ ها؟ وشرح ذلك وبينه، ونرجو أن نصل إليه. فطالب سألني وقال لي طيب ما القراءات القرآنية فيها مثل هذا، فهذا التغيير. فالسؤال مهم جدا. أجمع الناس، مش أنا اللي بقول، أجمع العلماء على أن تغيير موضع كلمة في الكتاب العزيز أو تغيير حركة في الكتاب العزيز يتحول من الإعجاز الذي هو برهان النبوة إلى كلام عادي ليس معجزا. طيب ما القراءات فيها تغييرات كثيرة جدا جدا. لما الأستاذ سألني السؤال ده، هو أستاذ في أصول الدين، سرني هذا جدا، لأن تذكيرك بمسائل العلم في غاية الأهمية. يعني من إكرام الله لك وأنت في درس زي درسك كده، أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بطالب نبيه فيسألك سؤال ينبهك لمسألة فتحدث بها طلاب العلم.
قلت له ولكم. بس هو سألني بعد انتوا واقفين كده في آخر الدرس. ولذلك أنا من رأيي إن الدرس ما ينتهيش إلا لما أسمع الأسئلة، اللي عنده سؤال يسأله والدرس منعقد عشان الكل يسمعه. قلت له إعجاز آخر في الكتاب العزيز، وهو أن أي تغيير يكون من عند الله فهو معجز، وأدنى تغيير يكون من غير الله فهو غير معجز. كل الذي نزل به جبريل، كل القراءات معجزة، كل ما نزل به جبريل من اللوح المحفوظ هو معجز، سواء قد قدمت هذه اللفظة أو أخرت أو عرفت أو نكرت، لأن كل ما نزل. وشفت أنا قلت ده هذا إعجاز آخر، هذا إعجاز آخر عجيب، أن كل ما نزل به جبريل لا يستطيع الناس أن يأتوا بمثله، وكل تعديل وتغيير يكون من غير جبريل هو غير معجزة. أدي سؤال. المسألة الثانية، أيوه تفضل عبد الله، أنت رائع عبد الله، قول 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 تكلم. الخطاب حينما ذكر معارضة القرآن، وهذا الكلام هي أن أي تغيير ليس من باب المعارضة، وأن الإنسان يلقي القرآن بتغييرات طفيفة في الكلام ليس معارضة حقيقية مقبولة في باب المعارضة. يا عبد الله يا مغفل، يا عبد الله يا مغفل، في فرق بين المعارضة والإعجاز. المعارضة شيء والإعجاز شيء آخر. والخطابي لم يقل إيه بقولتي أنت قلت إيه يا عبد الله؟ الخطابي قال إيه؟ هو شرط شروطا في المعارضة. أي شروط ده حتاج بنتظر عليها شوي. أصل الخطابي بيتكلم عن قضية المعارضة كقضية أدبية، معارضة الشاعر لشاعر، ومعارضة مسيلمة الكذاب للقرآن الكريم، دي قضية تانية خالص ملهاش علاقة بالإعجاز، ليس لها علاقة بالإعجاز. وأنا قلت لكم إن أنا قلت للطلاب وانا بشرح لهم مسيلمة، حكايه مسيلمه ديت، انا اشك في ان مسيلمه عارض القران، لان مسيلمه من بني حنيفه، وبنو حنيفه عرب خلص وفصحاء خلص وصرحاء خلص، وما كان يمكن لهم ان يقبلوا، وما سودوا مسيلمه إلا لأمر فيه ولقيمة فيه، ولا يمكن أن يقبلوا أن يسمعوا منه يا ضفدع نقي فإنك نعم ما تنقين، لا يمكن أن يقبلوا منه هذا الهزيان. وأنا أشك في ذلك، أشك في 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 في, في أن مسيلمة عرض القرآن بمثل هذه الأشياء. يعني اشتراطه لهذه الشروط جاء في معرض أن أي تغيير بسيط ولو كان بسيطا لا يعد من وجه المعارضة، بسبب أن النظم يبقى نظم القرآن، وهذا ظاهره أن الإعجاز لا يسقط بأي تغيير. أنت فهمتوا كلام أبو زيد؟ أنت اسمك إيه؟ عبد الله؟ أنت فهمتوا كلام عبد الله؟ قوم قف يا عبد الله وأشرح، قوم قف وتكلم يا عبد الله، قوم اتكلم، قوم قف يا ولد وتكلم، قوم يقف وتكلم، تعال هنا كمان اسمع. الخطابي ذكر قضية معارضة القرآن في باب الإعجاز، ويعني وهو يدافع عن إعجاز القرآن وأن أحد لا يستطيع أن يأتي بمثله، فيأتي ببعض المسائل المشتبهة على أنها استطاعت معارضة القرآن، فيقول أن هذا ليس من باب المعارضة بسبب أن المعارضة يشترط فيها شروطا مفقودة في هذه الأوجه، منها قصة مسيلمة وغيرها، مع مؤاخذات أخرى على قصة مسيلمة. ولكن المقصود في السؤال
هو أن أي تغيير ولو كان بسيطا إذا كان سيسقط الإعجاز ما كان الخطابي سيحتاج إلى هذه الشروط. لا 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 لا, لا. شوف يا أدي عبد الله, احذفوا كلام عبد الله ده من راسكم تماما. وبعدين الدرس الجاي القادم ان شاء الله يجيب لي نص الخطابي عشان نقرا, لانك انت بتحدث عن الخطابي حديث غامض انا لا اعرفه. انا دارس الخطابي وكاتب عن الخطابي, فهجيب النص. انما انا بقول احذفوا ايه, اي تغيير حركه اعراب يا ساده يسقط الاعجاز. انا قلت لكم ايه وجعلوا لله شركاء الجنه وانهم لو قال الى اخره, ده اجماع. هذا الذي اقوله اجماع. وعبد الله الدرس القادم يجيب لي النص بتاع الخطابي, لانه هو الخطابي لما تكلم عن مسيلمه الكذاب احس ان كلام مسيلمه ما يسماش معارضه, وانما وضع شروطا للمعارضه بس, ما لهاش علاقه بموضوع الاعجاز مطلقا. والقول بان التغييرات في المعارضه لا تسقط الاعجاز ده كلام ارجو من عبد الله ان يتوب الى الله قبل ان يدركه الموت وهو يعتقد هذا الاعتقاد الفاسد. تفهمت كلامي؟ القضية الثانية مهمة جدا, أنا قلت إن الشعر الجاهلي ليس فوقه إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لو استفاقه في الصياغة والتأليف والتركيب, أما معانيه فهذا شيء آخر. وقلت إن امرئ القيس غلب الشعراء وفاق وتفوق, ويوم دخلت الخضرة وشعره في بغت يوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة ونحرت للعذارى مطيتي, وهذا السفه الذي سماه الناس سفها. أنا من عشاق شعر امرئ القيس ومن عشاق عبقرية هذا الملك الرائع القديم, من عشاق عبقرية, وظني أنه لو أدرك عهد النبوة لكان من السابقين, لأنه يذوق البيان ذواقا, هو كان قمة العرب في تذوق البيان. إنما إيه القضية؟ إن هذا الشعر الجاهلي الذي فيه هذا العبث والذي هو دمن وأبعار, وأنا قلت لكم فيها إن عظمة الشعر الجاهلي أنه جعل الدمنة جمع دمنة وهي أثر الديار, وأبعار الآرام جمع بعر, وأنتم تعرفون البعر, جعل البعر شعرا يتغنى به. عجيب, جعل الدمنة والأبعار والخرائب وأصلال الديار وآثار الديار, جعل كل هذه الخرائب نغما عاليا غلته الأجيال والأحقاب. عجيب, لو كان الشعر الجاهلي فلسفة فيه أفكار أفلاطون مثلا المدينة الفاضلة, لو كان شعر أخلاقي, لو كان شعر سياسي, قلنا والله هو غنته الأجيال والأحقاب لما فيه من جودة المعاني. وإنما هو كما قلت دمن وآثار الديار والأثافي التي كانت عليها القدور, الأثافي اللي هي الحجارة التي كانت عليها القبور, وبعر الآرام في عرصاتها كما يقول امرؤ القيس, كأن بعر الآرام في عرصاتها
بعر الآرام في عرصاتها صار شعرا تتغناه الأجيال والأحقاب. شيء مذهل جدا. نحن لم نفطن إليه في التعرف على قيمة الشعر الجاهلي. لو كان الشعر الجاهلي مثلا زي إلياذة هوميروس، أو كان الشعر الجاهلي مثلا زي مثلا كتاب من كتب الأخلاق القديمة، أو كتاب من كتب السياسة القديمة، كان بقى شيء معقول. إنما معانيه هي هذه. ثم وضع الشاعر لسانه الرائع على بعر الآرام فغنته الأجيال والأحقاب. شفت العظمة دي؟ عظمة بيان، مش عظمة مبين عنه. المبان عنه يعني معاني الشعر هي كما ترون. دخلت الخضرة، خضرة حنيزة، وانت يا سيد كندة تفخر في الناس بأنك دخلت خضرة عنيزة، وكذا إلى آخر. قلت هذا لأني أريد أن أقول الذي نسيت أن أقوله في الدرس الذي مضى، وهو أن القرآن الكريم كما أمسك بعربية هذا الجيل واحتفظ بنظامها النحوي ونظامها الصرفي ونظامها الاشتقاقي إلى يوم الناس هذا، فنحن نرفع الفاعل وننصب المفعول ونقدم لبيان العناية والاهتمام وننكر للتعظيم والتقليل ونحذف لكذا كما كان يفعل العرب الأوائل. احتفظ القرآن بهذه اللغة وأمسك بها على الحالة التي كان عليها التي كانت عليها يوم نزل القرآن. ده مش عاوز حد يقوله، لأن ده واضح. الذي أضيفه أن القرآن أمسك بشعر الجاهلية الذي دخلت الخضرة خضرة عنيزة، والذي هو بحر الآرام، والذي أمسك به حتى صار هذا الشعر جزءا من ثقافتنا ومن أفكارنا. ونفسر اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين على طريقة قوله الخضرة خضرة عنيزة، لأن صراط الذين بدل من الصراط المستقيم، وخضر عنيزة بدل من الخضر. وطلع جيل من الأئمة الكرام الكبار في القرن الأول والثاني والثالث يفسرون القرآن، كتب معاني القرآن كلها تربط صيغ القرآن كلها كمان مرة كلها بصيغ هذا الشعر الجاهلي، بصيغ هذا الشعر الجاهلي، وتربط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بالخضرة. ازاي؟ ومن هنا امسك القرآن بهذا الشعر مع ما فيه من سفة. عجيب جدا. كأن الكتاب العزيز لما نزل لم يكتفي بأن يمسك باللغة على الحالة التي كانت عليها وما نزل، وإنما أمسك بنتاج اللغة وتراث اللغة من شعر ونثر إلى آخره على الحالة التي كانت عليها يوم نزل الكتاب العزيز. وده سر عنايتنا ورعايتنا للشعر الجاهلي والدمن. ومن أم أوفى دمنة لم، يا سلام، أصبحت من أم أوفى دمنة لم تكلمي كلمة تهز قلوبنا. من أم أوفى، هي مش هي كده ولا ايه؟ هي أقولها ايه؟ من أم أوفى، يا سلام عليك يا زهير يا رائعة، يا سلام عليك يا زهير
لما اخترت اسم أم أوفى في رأس هذه القصيدة التي كانت في الصلح بين عبس وزبيان، وكان الفضل فيها لمن وفى، وكان الخسران فيها لمن غدر وخاب وطوى نفسه على مستكنة، فلا هو أبداها ولم يتكلم، لأن المعلقة دارت حول رجل من بني وجلت قلوبهم. الوجل وانتهت المسألة. اقرأ يا محمد، اقرأ يا عبد الله. ها؟ ايوه تفضل. قوله تعالى: من احد من المشركين استجابك عجيب حتى يسمع كلام الله. ممكن نقول ان حتى يسمع كلام الله دليل يؤيد كلام الروماني على ان النغمه تبدا ومعجز. لا، هو طبعا المقصود به ان هو حيدرك من القرآن الكريم انه معجز وانه آية النبوة. انما انت بتفترض ان الآية قيلت في غير العربي، في غير من يعلم، بلاش العربي دي، لان برضك هي غلط، لان من كل من علم لسان العربي فهو عربي. ها؟ كل من ايه؟ من علم لسان العربي. ولذلك الرفعي قال كده، قال: يا ايها الناس، العربيه صارت جنس، العربيه صارت جنسيه، فانت فبلاش حكايه عربي دي. قل: ان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ولو كان لا يعلم العربيه. يبقى دي صح كلامك فيه، يصح انها يعني ممكن. اقرا يا عبد الله. وهي ان يدعي لا معنى للفصاحه سوى التلاؤم اللفظي. الله، حط خط تحت التلاؤم اللفظي دي، لان انا شيخ عبد الخير، انت بتعتبره ممن يخدم على القول من غير رويه. المره الاجنبيه ديت لما سمعت الشيخ رفعت دي اصل ده خبر تواتر، خبر ايه؟ وبعدين انا مش من الصنف اللي يحب شغل العقل بالكلام الفارغ ديت، انها اسلمت وان جارودي اسلم وان في لا لا، ده هي اذا كانت اسلمت فهذا من اكرام الله لها. اذا كانت ايه؟ يمنون. انا اعجبني جدا الرجل الرائع اللي هو بتاع الفضاء ده، الباز، اسمه ايه؟ فاروق الباز. ايوه، لما العرب هاصت وقامت وقعدت بدخول جارود الاسلام، تفهمين الحكايه دي؟ بدخول ايه؟ جارود الاسلام. فقال لهم: يمنون، يا سلام، يمنون عليك، قل: لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. دي ساكنه في قلبي يا سيدنا. فكون المرأة لما سمعت الشيخ رفعة أسلمت أو ما أسلمتش، ده ما يزيدش في الإسلام ولا ينقص منه شيئا. وإن لأن قل: بل الله يمن عليها أن هداها للإسلام. ما تمسكش السجاد وتخبط وتزمر عشان واحد أسلم. الحمد لله ربنا هداه للإسلام. لأن سيدنا موسى لما كان يقول وقال موسى لقومه فإن الله غني حميد، الآية أيوة. اقرأها كده، اقرأها ثاني كده بعد. وقال موسى لقومه شفت 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 منطق الناس اللي عارفه. أنت كفر أنت ومن في الأرض جميعا في 60 داهية. انت فاهم كلامي؟ ها؟ في 60 داهية، فإن الله. ولذلك سيدنا موسى ده من 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 الأنبياء المشرقين جدا، المشرقين جدا. فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا تروح 60 داهية، فإن الله غني حميد. فده العقيدة الحقيقية يعني. يلا اقرأ يا دعاء عبد الله. وهي أن يدعي ألا معنى للفصاحة سوى التلاؤم اللفظي وتعديل مزاج الحروف
حتى لا يتلاقى في النطق حروف تثقل على اللسان، كالذي أوسده الجاحظ من قول الشاعر: وقبر حرب بمكان قبر وليس فوق حرب قبر حرب قبر. الله يفتح عليك يا عبد الله، يفتح عليك. وقول ابن يسير: لا أذيل الآمال بعدك إني بعدها بالآمال جد بخيل. يا سلام يا سلام يا أولاد. لا أزيل الآمال، يعني ما بقى مش هأهين نفسي وأطمع في غيرك، لن أهين نفسي ولن أطمع، لأني بالآمال جد بخيل. أنا طمعي عند الناس على طمعي في الذي عند الناس ده شيء مذل. أنا بالآمال يلا. كم لها موقفا بباب صديق. نعم. رجعت من نداه بالتقى. لا تعلمت يا سيدنا، انا طمعت في اصدقاء ولم اجد عندهم شيئا. يلا. لم يضرها والحمد لله شيء. شفت الحمد لله دي جملة معترضة. لم يضرها شيء، لم يضرها ايه شيء. اللي هي الامال. وانثنت اللي هي الامال نحو عزف نفس زهولي. تتابع الاضافات، الثقل في تتابع الإضافات. الجاحظ الرائع. ها اقرأ عبد الله، اقرأ. فتفقد النصف الأخير من هذا البيت. أيوة. فإنك ستجد بعض ألفاظه يتبرأ من بعض. شفت الكلام الحلو؟ عزف نفس وانسنت نحو عزف نفس زهولي. تاني اقرأها، ما هو خد بالك لما الجاحظ يقول ألفاظه يتبرأ بعضها من بعض، وانت تحكيها لطلابك وتحكيها لنفسك، يبقى انت لم تعلم شيئا، يبقى انت ببغاء، سمعت وحكيت ما سمعت. انما حاول انك تغمض عينك وتقول: وانثنت نحو عزف نفس ذهولي، نحو عزف نفس ذهولي، الى ان تجد في نفسك الألفاظ يتبرأ بعضهم بعض، حينئذ يصح لك أن تحكي كلمة الجاحظ. تفهم كلامي؟ حينئذ حين تجد الألفاظ. أيوة أيوة. ولذلك أنا بقرأ في الباقي الليل النهاردة لقيته بيقول في آية: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. بيقول الآيات في الآيات ضياؤها وسناؤها كما ترى. أعجبني كلمة كما ترى، مش كما أقول لك. تفهم كلامي؟ ها 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 إيش تفهم كلامي؟ يعني أنت عليك تكرر: على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم كذا. عليك أن تغمض عينيك، وربنا لم يظلم أحد، إلا أعطاه للباقي لن أعطاه لك، ولا أعطاه للجاحظ أعطاه لك، ولكن الباقي لن لم يضيع نعمة الله وضيعتها أنت. وكرر كرر كرر إلى أن تجد أنت كما ترى. شفت إزاي؟ فأحسست أن الباقي لن ما بيقول لكش كما أرى، لأنه لا يسقيك علما، وإنما يقول لك كما ترى، لأنه يعلمك كيف تستنبط علما. وفرق شاسع بين أن تتعلم علما وأن تتعلم كيف تستنبط علما. عرفت أن الفرق بين إحنا بنطلع إحنا دهولات، بنطلع دهولات، مش هقول لكم انتوا دهور، لا ابدا بنفس الاول عشان ما تزعلوش. فاهم كلامي؟ وبين هؤلاء الذين كانوا يدربون طلابهم على الضرب الذي استنبطوا منه المعرفه. ما هو لاحظ ان الباقلاني كان في زمن استنباط المعرفه، والخطابي في زمن استنباط المعرفه، وعبد القاهر في زمن استنباط المعرفة، وإن المعرفة بلغت أناها بعد ذلك وصارت فنون وصارت متون، دي مرحلة تانية.
إنما المرحلة التي كان دي مرحلة فنون ومتون، دي مرحلة تانية. إنما مرحلة استنباط كان يقول لك كده: ضياؤها وسناؤها كما ترى. يعني عليك أنت احذر أن تقول لها ضياء ولها سنة من غير أن ترى أنت الضياء والسناء. يا سلام يا سلام يا سلام على عزوبة، يا سلام على 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 حب هؤلاء الناس لطلاب العلم. يا سلام عليه. لإيه؟ وأنه يريد أن يقول له كما ترى مش كما أرى أنا. يلا يلا. ويزعم أن الكلام في ذلك على طبقات، فمنه المتناهي في الثقل المفرد. فهو أنا حكيت بقت ستجد الألفاظ تا 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 تا. أنت إحنا بقت إحنا أفسد حياتنا وأفسد عقولنا إن إحنا اكتفينا بما قاله الناس وحفظناه ورددناه. لا يا بابا يا بابا، لا تردد كلام الناس إلا إذا وجدت في نفسك ما وجدوه في نفوسهم وبما أنطقهم بما تقرأه أنت الآن. يعني إيه؟ يعني لازم تتردد الكلام حتى تجد في نفسك الذي وجده الجاحظ حين قال أتبرأ بعضهم بعض. ما انت بتفهم هو يا ولد حين قال ايه يا انت بدات تكون جاحظ صغير، تكون انت بدات ايه تكون جاحظ صغير اهو ده الكلام، وشويه في شويه لغايه تكون جاحظ كبير. وانا من المؤمنين بهذا، بان الله لا 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 يظلم احدا، وان الله اعطانا كما دينا شويه بعد ما درست في الاسئله. ها ها والله ده لازم. اي ما لم يصدم احد. يعني الموهبه اللي اعطاها للجاحظ وهو يقول لك ايه يتبرأ هي عندك، بس الجاحظ فطن الى نعمه الله فنماها. ها وانت اهملتها. يلا. فمنه المتناهي في الثقل المفرط فيه كالذي مضى، ومنه ما هو أخف منه كقول أبي الكمام: كريم متى أمدحت أمدحه والورى جميعا ومهما لمته لمته وحدي. يبقى هو تكرار أمدحه أمدحه، طبعا دي الكتب تكلمت فيها، وأن المشكلة هو حرفي الحلق الحاول إلى آخره. أي لا أمدحه بشيء إلا صدق. لاحظ أن أنا يعني سبحان الله، يعني حقيقة العقول تلاعب بها من تلاعب. ها تلاعب. ولولا من الله على عباده لضعنا. أنا عشت مرحلة كل ما استهجنه الأوائل رأيت المحدثين يستحسنونه، وقبر حرب بمكان قفل كتبوا عليه أن ديت من الصياغة الجديدة الرائعة ومن الإبداع الجديد، وإن أبو تمام أبياته التي أنكرها الناس ده هي الإبداع الجديد، وإن كل ما أسقطه البلاغيون هو من الإيه، وكل ما استحسنه البلاغيون هو كلام لا قيمة له، زي زورق من فضة قد أسقلته حمولتهم من عنبر، ده كلام لا قيمة له. فأنا عشت مرحلة تاية، كل ما استحسنه أهل العلم يستسقطه أهل زماني، وكل ما استهجنه أهل العلم يستحسن. الله الحكاية دي الدنيا اتقلبت ولا ايه؟ انت فاهم كلامي؟ تفهم كلامي؟ فحسيت ان في حمله تقبيح وتهجين لكلام القدماء، لكلام القدماء. فاستمرت في القراءه لغايه ما اتضحت الامور، وكان فيه ثلاثه
من الناس ربنا سبحانه وتعالى يتقبلهم عنده من الصالحين الأبرار، لأن هم أنقذوا جيلي أنا من هذا الخراب. هم مين؟ محمود شاكر رحمه الله في أباطيل وأسمار والطريق إلى 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 ثقافتنا، في محمد حسين رحمه الله في الاتجاهات الوطنية، ها محمد البهي رحمه الله في الفكر الإسلامي الحديث ووصلته للاستعمار الغربي. قرأنا الكتب دي نبهتنا إلى 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 الخراب الذي يحيط بنا. وأنا من المؤمنين بأن وجود إسرائيل في أرضنا كان يوجب علينا شيئا واحدا، وهو أن كل بلادنا ليس فيها إلا العلم والرعاية والصحة ووجود شعب قوي حر عالم متقدم عشان يحمي البلاد من هذا البلد. ولكن كان الأمر على خلاف ذلك. بس يلا كمل يا سيدنا، كمل يا ابو عبد الله. اي لا امدحه بشيء الا صدقني الناس فيه، ومنه ما يكون فيه بعض الكلفه على اللسان، الا انه لا يبلغ ان يعاب به صاحبه ويشهر امره في ذلك ويحفظ عليه، ويزعم ان الكلام اذا سلم من ذلك وصفا من شوبه كان الفصيح المشابه. طبعا هو راي غريب، ها بس يعني ما تحذفوش كده حذفا مطلقا. هو رأيي يقول ان الكلام اذا صفى من 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 قدر النطق ومن الثقل وكان سلسا عذبا كان كمل يا عبد الله. كان الفصيح المشاهد، الله يفتح عليك يا عبد الله، كان الفصيح المشاهد به، نعم كان ليه الفصيحة المشادة بي. أنا ما أحذفش الكلام ده كله مرة واحدة، أنا أقول إذا صفى من القدر ومن الثقل كان هذا من أسباب قبولي ومن أسباب حسني، ولكنه ليس هو وحده الذي يجعله الفصيحة المشادة بي. يعني أنا عاوز أقول لك لما تيجي ترمي الرأي ما ترميهوش كله، لأن فيه عناصر جيدة، فيه أفكار جيدة. لا شك أن سلامة الكلام من القدر وأن سلاسته وعذوبته وحلاوته منطقه، هذا أبو تمام لما بيتكلم عن قصائده الغر واللي بيقول يعني يود ودادا لو أن أعضاء نطقه إذا أنشدت شوقا إليها مسامعه، يعني يود ودادا لو أن إيه أعضاء مش نطقه أعضاء جسمه، يعني أنا عاوز إيدي تسمع ورجلي تسمع مش مكفين إن ودني بتسمع. ده من أجل نغم الشعر، من أجل إيه؟ من أجل التلاؤم. يود ودادا لو أن أعضاء جسمه إذا أنشدت شوقا إليها مسامع. فهذا جانب لا يمكن إطلاقا طرحه من الكلام، إنما المبالغة في أن يكون وحده هو المطلوب. فقلت هذا علشان أقول لك ما تحذفش الرأي كله، لا لا، الرأي المعيوب احذف منه الجزء المعيوب. الرأي ليه احذف منه وابقي منه جزء غير المعيوب، وضيف الى غير المعيوب افكارا اخرى وتطلع مذهب جديد. وانت لما تقرأ تطور المذاهب حتى في الفلسفة، حتى في النقد، حتى في أي باب من أبواب المعرفة، ستجد المسألة كده، إن فيه مذهب قديم، هذا المذهب القديم داخلته عيوب،
فالقوم لم يحذفوا كل المذهب لما فيه من عيوب، وإنما حذفوا العيوب وأضافوا مكان ما حذفوا مع المستحسن الذي أبقوه، وصار بين أيدينا مذهب جديد وهكذا. يلا. كان الفصيح المشار به والمشار إليه، وأن الصفاء أيضا يكون على مراتب يعلو بعضها بعضا، وأن له غاية إذا انتهى إليها كان الإعجاز. والذي يبطل هذه الشبهة إن ذهب إليها ذاهب. خد بالك معي، أنا طبعا لغاية هنا حاسس إن عبد القاهر بيرد مذهب الرماني، إنما لما قال إن ذهب إليها ذاهب أنا أثق في صدق العلماء، أنا أثق فيه. ما تقولش والله يعني هو بيداهن، لا يا بابا، ما تسقطش أخلاقك السوء على أهل العلم. هيداهن ليه؟ هو لو أراد الرماني، ما الذي يمنعه من أن ما هو ذكر آراء كثيرة، بس إن ذهب إليها ذاهب، كلمة إن ذهب إليها ذاهب دي معناها أنه لا يقصد الرماني لأن الرماني ذهب إليها. يلا. والذي يبطل هذه الشبهة إن ذهب إليها ذاهب أن إن قصرنا صفة الفصاحة على كون اللفظ كذلك وجعلناه المراد بها لزمنا أن نخرج الفصاحة من حيز البلاغة. شفت بقت إيه؟ خلاص أنا خلاص متفاكد، يبقى ده الدرس القادم إن شاء الله، لأني ده عاوز شرح، وأنا خلاص الحمد لله اللي ربنا أعاني وجيت. أنا كنت النهاردة عندي برد شديد والحمد لله، بس كن أيوة بس دايما رحم الله شيوخنا وألحقنا بهم كرامة نفس وقرة عين، اللهم أمين. كان لنا شيخ جليل جاءنا وهو مريض، وأنا كنت طالب سنة رابعة في الكلية، فقلنا له يا شيخنا لماذا لم تبقى في بيتك؟ فقال لأن سلفنا الصالح كانوا يستشفون بطلب العلم. الله الله، يعني بيجي الدرس كأنه رحلة للعيادة، بيجي الدرس كأنه إيه؟ رحلة. أدي الأمة عاشت بهذا المعنى. أنا عاوز بقى أي واحد يسأل سؤال عشان خاطر ننهي الدرس. أنا أذكرك مسألة السبت إلى وضع من اللفظ والمعنى. أعيا من أتى بعده في اللي هو منه؟ يعني ذكرنا مثل مسألة الدرس الماضي عبارة المذهن وتعليقه على وصية عمر بن الخطاب أن أحدا لا يستطيع يعويزه أن يأتي بمثله، وفكرة عبد القاهر أيضا أنها تسقط حجية الإعجاز بكونه دليلا على أن الكلام أنا عاوز الورد. عبد الله دي لي أفكار كويسة جدا، عبد الله هذا لي أفكار كويسة جدا، عاوزكم تسمعوه. هسمعهم يا عبد الله لأنه بتكلم كلام كويس جدا. ها قوم يا دي تكلم. الشيخ عبد القاهر ذكر في اخر الكتاب قضيه او رساله نساء مساله الاعجاز السمكه اللي هي رساله الشافية. ايوه على فكره انا كان عندي طالب الواد عبد الله ده، ربنا سبحانه وتعالى يخدم العلم بعقليات جيدة. كان عندي طالب ألماني في كلية الشريعة، وكان ألماني أساسي يعني، وكنت أنا لما أقول الدرس في كلية اللغة العربية زمان كان بيحضر دروسي، تاني مرة يجيني باعتراضات من بطون الكتب أنا ما كنتش أنا قرأته بس ما كنتش حاسب ان هيطلع واحد من الخايبين اللي انا بعلمهم يقول الكلام ده. فاهمين كلامي؟ فالواد عبد الله برضه كده
هينبش على حاجات ما كنتش انا حاسب ان واحد منكم هيقول. اقرا يا واد عبد الله، قول يا عبد الله. الشيخ عبد القاهر نبه على قضيه ان الواحد ياتي بجمله من الكلام يسبق به من اتى، يسبق به الناس، ولا يستطيع احد ان ياتي بمثله. اي نعم. وهذه القضيه ينقص من حجيه الاعجاز في كون الكلام كلام الله. بس خلاص بطلت اكمل اتكلم بقى، يعني انتهى سؤالك ولا عاوز اقول حاجه ثانيه؟ طبعا عبد القاهر ذكر احيانا وغير عبد القاهر، حتى الباقلاني ذكر ان احيانا الكاتب او الشاعر او الاديب يبلغ الغايه في بعض جمله، يبلغ الغايه في البلاغه، يرتقي الى البلاغه الاعلى. وعبد القاهر ذكر هذا حتى في كتب العلماء زي سيبويه لما قال يقدمون الذي بيانهم اهم وهم بشانه اعلى. عبد القاهر يقول هذه كلمه لم يغيرها الناس، انما سيبويه استخرج المعنى الجديد واستخرج معه اللفظ الجديد وبقيت جدة اللفظ مع جدة المعنى تتناقله الأجيال. فهم كلامي؟ وده كلام مهم جدا، عبقرية فزة، عبقرية فزة، استخرجت معنى جديدا وألبسته لفظا كريما فبقي لفظها الكريم على معناها الكريم وتناقلتها الأجيال، وأن عمر له كلمات وأن علي له إلى آخره. فده مش قادح في الإعجاز بقى زي عبد الله ما بيقول، ها؟ إنما ده ممكن أن يقع وهو واقع، ولكن الفرق بينه وبين الإعجاز أن هذا في سطر أو سطرين أو عشرة ثم ينقطع صاحبه، أن هذا في سطر أو سطرين وعشرة كمان، يعني أنا زودت فيها شوية كده، ثم حتى قالوا في أمير القيس قف نبكي من ذكرى حبيب ديت نجم، ضياء نجم بسقط اللواء بين الدخول في حومري كلام تافه ملوش قيمة، يعني بيعلو ثم يهبط، يعلو ثم يهبط. أما القرآن فهو كله على مرتبة واحدة. أنت فاهم كلامي؟ ها؟ ها؟ أنت فاهم؟ فهذا هو الفرق، فما يبقاش قادح. إلا إذا كان عبد الله ده ضلالي ومنطوي على ضلالة يعلمها الله في نفسه وهيقول لي قادح. أنا قلت، مش أنا قلت له في أول الدرس أرجو من الله سبحانه وتعالى إنك أنت تتوب قبل أن يدركك الموت، مش أنا قلت له كده؟ أنت فاهم كلامي؟ فهذا شيء أكثر من هذا، أكثر من هذا، يعني أضيف إلى ما قاله عبد الله من كلام الباقلاني أن الشاعر أو الكاتب إذا دخل باب القصص أو دخل باب الأخبار صار كلامه كلاما لا بلاغة فيه ولا روعة فيه. فرق شاسع بين الشاعر وهو يحدثك عن صبواته، وبين الشاعر إذا ذكر لك قصة أو حدثك عن خبر. فذكر القصص والأخبار مما يتهافت عندها الكلام، أما القرآن فكل فقصصه كأخباره كبيانه كحلاله كحرامه في كل ما تناول من معاني مستوى عالي لما يهبط منه شيء. في كلام خلاص؟ طيب في سؤال تاني؟ ها؟ ممكن تفصيل اكتر؟ قلت كده
النظر الى المذاهب نظر التساوي وعدم استيعاب اصحاب مذهب معين. اللي هي بتاعت مذاهب ايه؟ حضرتك قلت مثلا انا لم استيعب مثلا مذهب معين زي الاشاعره والشافعيه. لا لا لا، دي مسائل خلافيه طويله وعريضه، وانا اكره تقسيم المسلمين كما قلت لكم. ها اكره ايه؟ تقسيم المسلمين، لان الله قال انما المؤمنون اخوه، واسعى بذمتهم ادناهم وما عاد عن السوء. فانا ضد هذه التقسيمات وضد هذه المذاهب، وكفيها في هذه، فهو استضعفها. ها فالمشايخ الاجلاء قالوا يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يعذره بجهله. تفهم كلامي؟ ان ايه؟ بجهل. لان 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 وصف قراءه بالضعف كبيره. وصف قراءه بالضعف كبيره. وحتى الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله كان يقول لو لم تداركه من الله، لان الاستاذ الزمخشري كان انا طبعا الزمخشري انا قرات كل تراثه، ها وقرات له ضراعات وابتهالات ودعوات كنت اجدها تصل الى السماء، ولكنه مع ذلك كان شديد المقالة في أهل السنة. كان إيه؟ المقالة في أهل السنة، لأنه يرى أن هذه العقيدة تخالف دين الله. وأنا لا أشك في أنه يرى أن الاعتزال هو دين الله، ولم يتعصب للاعتزال لأنه مذهبه، لا هو مسلم، إنما حين يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه، لا أهل السنة يقولون لا يقع في ملكه، والمعتزلة يقولون إن الله لا يريد الإيه الشر، لأن إرادة الشر شر وإرادة الخبيث خبيثة والله منزه عن ذلك. كلهم يا خلق الله يعتقدون أن هذا هو دين الله، وإلا لو قال هذا وهو معتقد أنه ليس دين الله يبقى خرج عن الأمة، يبقى ليس في مقابر المسلمين. فكلهم كلام. ومن رحمة الله علينا إنك إذا 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 اجتهدت وأخطأت فلك أجر. فالقراءات فيها كلام كثير جدا. ها ها إن وردت عن صحابي ولم تبلغ حد التواتر. أنا ما أعرفش عنها حاجة، أنا بقول لك ما خرجش في القراءات. ما بس يعني ها عاوزين حاجه، ما خد بالك ما قراتش انا في القراءات بلا حد التواتر. يلا انت فاهم كلامي؟ ومن قال لا ادري. انا ابتكرت حاجه، كانت في طالبه عندي بتسالني عن ايه، ها قلت والله الاستاذه اللي حفظتنا القران قراتها لنا كذا، فقلنا لها يا أستاذة ده في المصحف كذا، قالت لهم ده قراءة وهي مش عارفة حاجة. أنت فاهم كلامي؟ بس يلا. نعم. في الدرس اليوم بتاع طلب شبهة من يقول ما لا يعرف غير دليل، هو قال ومن ادعى أن الفصاحة لا شيء سوى التلاؤم. أيوه. هنا من قال بالقول ده حصر الفصاحة. أيوة. التلاؤم اللفظي فقط. أيوة. هل التلاؤم اللفظي يعبر به عن جزء من إعجاز القرآن؟ ما احنا هنتكلم فيها بقى الدرس الجاي. ما الدرس الجاي ها؟ أنت ذكرت في بداية الدرس أن لا أنتوا قاعدين مستريحين وأنا طالع روحي من الدرس، بكفاية كده وخلاص، وكل واحد هيخطرف خطرفة.